السلام عليكم. كما وعدناكم اليوم نورو لكم المنطقة الثانية من التهيئة في على مستوى منطقة صابلات، لكن بالجهة المقابلة لجامع الجزائر في الضفة المقابلة إذا لحظيرة صابلات. وهنا تقع المنطقة هذه الثانية واللي تعتبر موازية وبمحاذاة مجمع المسابح، إذن الموجود على الجهة اليسرى. ونخلي لكم الرابط نتاع الفيديو الأول نتاع المنطقة الأولى اللي شفناها في الفيديو الأول. إذن والآن نروح نكتشف هذه المساحة الكبيرة والشاسعة واللي كانت من قبل غير مفتوحة، لأن تصعب الولوج إلى هذه المنطقة. الآن فيه طريق راهي قيد الإنشاء من الجهة اليمنى، الطريق هذيك موازية، وهنا رانا أمام المدخل نتاع المجمع نتاع المسابح إذا نتاع الصابلات. إذا هذا هو المدخل نتاع المجمع نتاع المسابح. وإذا هنا المنطقة هذه كبيرة ما شاء الله، لكن كانت يعني من قبل كانت صعيب الولوج إليها. الآن فيه طريق راه قيد الإنشاء، طريق موازي لطريق السيار، وفيه كذلك مدخل من طريق السيار ممكن الدخول إليها، إلى هذه الحديقة أو الفضاء الطبيعي الجميل، واللي الحقيقة هذا الفضاء هذا تم يعني الإنشاء دياله بنفس يعني الوقت اللي تم إنشاء حظيرة صابلات، يعني تم انتهاء الإشغال فيهم في نفس الوقت. لكن هذه بقات غير معروفة كتير إلا للرواد اللي كانوا يجوا للمجمع نتاع المسابح أو الحظيرة المائية، كانوا يعرفوا هذا الفضاء هذا. إذن هذا الآن هذا هو الفضاء اللي أصبح ممكن الولوج إليه مباشرة من طريق السيار بسبب وجود المشروع تاع الطريق الموازي اللي راح تقريبا الأشغال انتهت فيه الطريق هذاك. إذن نخليكم تتابعوا الفيديو حول هذه الحظيرة العمومية الرائعة اللي تنضاف إلى حظيرة صابلات بالضفة يعني المقابلة من جهة الأخرى من وادي الحراش. إذن هذه الفضاء هذا قريب الجامع الجزائر أولا، وكذلك قريب للفضاء المستحدث مؤخرا بمنطقة أرديس. إذن خليكم تتابعوا الفيديو حول هذا الفضاء الجديد اللي اكتشفناه، يعني اكتشاف جديد بالنسبة لي أنايا، لأني عمري ما جيت المكان هذا. نخليكم تتابعوا الفيديو حول هذا المكان الجميل والرائع والمريح للعائلات، وفيه فضاءات الألعاب للأطفال، وفيه طاولات كثيرة ممكن الإنسان يجيب المأكولات ويأكل هنايا، ويدير يعني حتى يفطروا في رمضان يقدروا يجوا لهنا في رمضان يديروا موائد إفطار هنا في أثناء شهر رمضان الكريم. إذن ممكن عائلات تصيب روحها في هذا المكان. نخليكم تتابعوا فيديو، والسلام عليكم.